أنيوهاسيو، النهاردة هنعمل حساء كعك الأرز، وبيتقدم في يوم السلال، معناها السنة الجديدة بالنسبة للكوريين، واسم الطبق توكاك. هعمل لكم الوصفة دي النهاردة بداية من العجن بأقل مكونات وطعم غني جدا. ويلا بقى عشان نعمل الطبق الحلو ده. أنا سوريا من كوريا إن إيجيبت لمختلف أنشطة الثقافة الكورية. أهلا بيكم في قناة المتواضعة لنكتشف كوريا معا. ما تنسوش السبسكرايب. اولا هنحتاج للعجين دقيق الرز اللزج وكمان دقيق الرز العادي. هستخدم النهارده 200 جرام من دقيق الرز العادي و50 من اللزج. في طبق هحط الدقيق ده كله واحط الميه المغليه 170 مللي تقريبا واحطها بالتساوي او شويه شويه. كل ما احط شويه ميه سخنه اقلب بالمعلقه وبعد كده احط ميه وهكذا. لما الاقي ان المية كلها انتهت هبدأ استخدم ايدي في المرحلة دي. هبدأ هنا اعجن بايدي كويس قوي لحد ما تبقى العجينة ناعمة معي. وبعد كده هقسمها لنصين. هحط الجزء منهم في كيس عشان احفظه على جنب، وممكن اعمل منه الدبوبكي الخاص بالدبوبكي الحار. وبكده بقى معايا نص بس، وده اللي هستخدمه النهاردة. هعجن شوية بإيدي وبعد كده هفردها بالمنظر اللي هتشوفوه قدامكم دلوقتي. وبعد كده هبدأ أقطع كعك الأرز بطريقة مايلة. وهو ده الشكل المطلوب لحساء كعك الأرز. وزي ما انتوا شايفين ان القطعة نفسها متوسطة السمك، وعملنا قطعة كتيرة جدا من جزء بسيط قوي. ودي الكمية الخاصة لطبق واحد. عشان نعمل الطبق بقى هنحتاج قطعة من اللحم. هقطع القطعة دي لشرايح رفيعة، وفي طاسة على نار متوسطة هضيف شوية مية مغلية، وبعد كده قطع الدبوبكي اللي انا عملتها لما تطفو فوق معناها ان هي نضجت. وفي طاسة على نار متوسطة هضيف كوبايتين مية مغلية وبعد كده اللحم، وهخليها تغلي لمدة 5 دقايق. وانا هنا هستخدم المناديل عشان اشيل السطح اللي مش نضيف. لو المية سخنة جدا عليكم واستخدموا المعلقة. وزي ما انتوا شايفين ان المية بقت نقية جدا، فهحط بصل اخضر. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من صوص السمك ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم ورشة من الملح والفلفل الاسود، وهقلب كويس اوي. هخليهم بقى يغلوا شوية على جنب. هلاحظ هنا ان كعك الارز نضج معايا، فهشيله واحطه في مية ساقعة. وزي ما انتوا شايفين ان هو طري جدا ومطبوخ كويس اوي. وهنا هضيف كعك الارز وهقلب كويس اوي. وحقيقي الريحة وشكله حلو اوي. في الوقت ده على الطاسة على نار متوسطة هضيف شوية زيت واقلي صفار بيضة. اللون الأصفر حلو جدا. هقطع البيضة لشرايح رفيعة جدا عشان أزين بيها الطبق وعشان تديني طعم غني وأقوى كمان. لما اشوفه بيغلي قوي كده هشيل البصل الاخضر.
واخر حاجة هضيف البصل الاخضر المتقطع شرايح وبس كده خلصنا. الطبق ده غني جدا جدا بالفوائد وبيدفي كويس قوي. لو انتوا بتحبوا كعك الارز لكن النوع اللي مش حار انصحكوا بالوصفة دي. الطبق ده صحي جدا ومهم جدا عند الكوريين وتقليدي كمان. في الاخر هضيف البيض وكمان الفلفل الاحمر وشوية من البصل الاخضر وشوفوا بقى الالوان حلوة ازاي. عاوزين تجربوه يبقى لازم تعملوه. الوصفة دي سهلة جدا. تقدروا تحطوا اي نوع من اللحمة او حتى السيفود. تقدروا كمان تحطوا شوربة الانشوكة او حتى الكلب. وتقدروا تاكلوه في اي يوم في العام مش لازم يوم محدد لانه اصلا وجبة كاملة. تعالوا ندوقوا بقى. الطعم حلو جدا وغني كمان. شكرا جدا للمشاهدة واشوفكم في فيديو جديد. انيو.